ما تسمعوا في ألو إي إف إم سبيسيال مواطنين بالخارج. يا فم احلى راديو. دونك رجعنا لكم مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربع نتاع العشاء. نعاود نفكركم اللي الموضوع نتاعنا اليوم هو طلاق التونسيين المتزوجين باجانب. وحاضره بحذانا الاستاذه فدوى ابراهيم باش نتناقشوا معها في الموضوع هذا. وانتم زاده اذا كان عندكم اسئله في الموضوع تنجموا تطلبونا على 31 380 الف. استاذه مرحبا بك بحذانا في يافا. عايشك الله يخليك ربي فضلك. أستاذة قبل ما نبدأ نحكيه في الموضوع، زميلتنا إشراق هبطت للشرع التونسي وسألتهم هل عندهم فكرة على الإجراءات القانونية اللي نجموا ينتبعوها العبيد التوينسة اللي متزوجين بأجانب ويحبوا يرفعوا قضية في الطلاق. نشوفوهم شنو رأيهم شنو الأفكار اللي عندهم وبعد أن نجاوبوه. كان تم صديق في تونس بطبيعة القانون التونسي هو اللي يمشي به في الطلاق سواء امرأة ولا راجل. وكان صديق مش مكتوب في البلاد هيك يطبق حسب البلاد تكتب فيها صديق. كل صديق يمشي حسب البلاد هيك والقوانين متاع البلاد هيك هي اللي تطبق. الحقيقة ما عنديش برشا معلومات، أما نعرف كيف تبدأ المرأة التونسية معرسة بأجنبي مسلم قانون تونسي في بالي هو اللي معناه يطبقوه في الحالة هذه. عندي معلومة صغيرة معناها في بالي اللي القانون الأمريكي هو أقوى قانون، حتى في تونس ولا في بلاد أخرى يتطبق القانون الأمريكي. معناها أنت تبدأ كاتبة صديقك في أمريكا، أعرف وانت جيت باش تطلق في تونس، معناها راجلك أمريكاني باش تطلق في تونس ولا حاجة، يتطبق القانون الأمريكي هو أقوى قانون. وبالنسبة للنفقة ديما حسب يقول القاضي، النفقة حسب الراجل شنو يخدم. معناها كان المرأة تتحق نفقة تمشي حسب الشهرية متاع الراجل. وفما في صديق فما عبيد تعمل معناها اشتراك في الأملاك هكيكا في الطلاق يقسموا الأملاك متاعهم، معناها يتقسموا entre deux. اللي نعرفوا اللي مجلة الأحوال الشخصية حددت الحضانة للأم، خاصة في وقت اللي يكون الزواج من غير مسلم ولا من أجنبي نقوله. هوني وقت في حالة الطلاق تخاف الأم وقت اللي تخلي ولدها عند البو إذا كان ما عندهمش نفس الدين. بالنسبة للصغار الأكثرية الحضانة تمشي عند الأم، كان الرجل ما خرجهش طلاق للضرر ولا حاجة صغار ديما عند أمهم. فهمت؟ فما حاجة أخرى ما هيش واضحة، سامحني، في حالة الطلاق والحضانة معناتها تكون عند الأم، كيفاش معناتها البو باش نجم يشوف ولاده هو في بلاد أخرى؟ كيفاش باش يبعث لها الفلوس؟ كيفاش باش نجم ينفق على ولاده؟ فما برشا ثغرات الحق ما همش واضحين. وفي حالة أنها تكون المرأة وإلا الراجل مرضى نفسانيا يولي هكيك الحاكم أوبليجي عليه باش يشوف الحالة النفسية متاعه وكل شيء، تولي الصغار يمشيوا عند الإنسان سليم سواء الأم سواء البو. بالنسبة للصغار الأكثرية الحضانة تمشي عند الأم، كان الراجل ما خرجهش طلاق للضرر ولا حاجة صغار ديما عند أمهم. فهمت؟ وبغابوغ الحضانة الناس الكل تعرفها ديما الحضانة الصغار عند الأم، أما كي معناها يكبروا هما يقروا ما شكون يعيشوا هكا يبداو غيسبونسابل على رواحهم. سينو إن شاء الله ما نوصلوش الحالة هذه. أنا مازلت عزبي قادمة على عرس معناها وتحكي لي على الحضانة والنفقة، أما إن شاء الله توفا بيان. ألو إيفان. دونك كنا نسمع فيهم أستاذة، فما برشا أفكار. اللي يسأل شنو ما الإجراءات اللي باش تصير في رفع القضية متاع الطلاق، وين تترفع القضية هذية، أنه القانون اللي يطبق قانون الزوج وإلا قانون الزوجة وإلا القانون اللي تكتب فيه الصديق. بعد ما طلقوا باش تصير إذا كان فما صغار الحضانة عنده شكون، إذا كان هو في بلاد وإذا كان في بلاد كيفاش باش ينفقوا على الصغار هذوكم. دونك برشا مشاكل. ما هي احنا ديجا نحطوا الموضوع في إطاره من الأول. أنا معرس بأجنبي ونحب نرفع قضية الطلاق، كيفاش تصير وين باش تصير الحكاية ثم الإجراءات والوثائق المطلوب؟ برشا أسئلة. نبدأ أحد الزوجين متزوج بأجنبي أو بأجنبية ويرغب في رفع قضية الطلاق. أول حاجة يعملها يتصل بمحامي لأنه مفهميش شخص ينجم يقدر شنية الإجراءات الصحيحة وشنو الأنسب للطرفين ولا لأبنائهم من وجوده إلا المحامي اللي بشي يأخذ الوقت الكافي بشي يسمحهم وبشي يعرف الوضعية الكل. لكن عادة هو شنو يصير لهنا؟ القانون المطبق هو القانون الدولي الخاص. إذا كان هي المواضيع هذه مواضيع شخصية يعني خاصة بالعائلة، فديما إرادة الطرفين وشنو متفقين، وديما من الأحسن هم يكونوا متفهمين. إذا كان هم اتفقوا على محكمة دولة معينة أو المحكمة الفلانية حتى محكمة في ولاية من الولايات قرروا هما، إذا كان هم متفقين
وقابلين بالمحكمه هيك طرفين زوز قابلين هذيك هي المحكمه المختصه حتى كان يكون احد الطرفين اجنبي فهمت دونك هما اذا كان اختاروا وكانوا متفقين اختاروا محكمه هنا فماش حتى مشكله واذا كانوا مش مختلفين اذا كانوا هما مش متفاهمين وفما اختلاف واحد منهم رافض الطلاق ولا اللي هو والله لا فما برشا حالات طلاق معناتها يكونوا طرفين متفقين واخذين القرار ثم باش يمشيو لمحاميهم قبل باش يحكيوا ديما فما حلول راه مش ديما المشاكل احنا قدر نسمعوا بالمشاكل اما الحالات اللي فيها صلح وتراضي ما نسمعوش بها لانه مرت بدون اشكاليات شنو لأنه المحكمة المختصة إذا كان أحد الزوجين أجنبي المحكمة المختصة هي محكمة تونس معناتها محكمة العاصمة الحاجة الخاصة في الطلاق إذا كان يكون أحد الطرفين أجنبي هو أنه الإجراءات الأجل متاع الدعوة أجل الاستدعاء علاش قلت لك محامي لأنه هو المتمكن من التفاصيل هذايا من جم شخص يقوم برفع دعوة من بعد تسقط لأنه الشكل معناتها في الشكل غالطة والتصل ويعاود يستدعي وتطول يعني تنجم تطول برشا خاطر من الأول الإجراءات غالطة فالمحكمة المختصة هي محكمة تونس والأجيال معناتها متسعة لأنه استدعاء بالطرق الدبلوماسية وعادة أكثر من شهرين ويلزم يحضروا إذا كان ما حضرش أحد الطرفين معناتها ما ينجمش يكون فما طلاق بالتراضي مش يكون فما طلاق ضرر ولا طلاق إنشاء وديما راهو في تونس فما خصوصيات فما اجتهاد القاضي فما خدمة المحامي للطرف القائم بالدعوة هي اللي تحدد قديش إذا كانت الدعوة صحيحة ولا لا قديش تدوم يعني هذه مواضيع خاصة مش نصوص قانونية أكهو تنطبق تشوف من بعد ما في النقاش تشوف ما برشا وضعيات القاضي اجتهد فيها لأن المجال هذا عنده فيه سلطة تقديرية واسعة فقط يزم توصل له رغبة الأطراف وواقع الأمر اللي هو كما قلت لك معناتها أنه الأشخاص يحضروا ومحاميهم يقوم بعمل يعني كما يجب أستاذة أسكو مكان الكتبين متاع الصديق وإلا مكان إقامة الزوجين أسكو عنده دخل في باش نحدوا الاختصاص متاع أنا محكمة هي اللي باش تنظر في القضية هذه عنده دخل كي يكونوا مش متفاهمين كما قلت لك وقت اللي يصير الخلاف وقتها أنا هي المحكمة المختصة عادة إذا المحكمة اللي هما يتفقوا عليها ما اتفقوش إذا كان أحد الطرفين أجنبي هي محكمة تونس وفما فصول خاصة في القانون الدولي الخاص مثلا آخر مكان إقامة مثلا أقاموا فيه وإن كان فما يعني وين قامت الرابطة الزوجية يعني كما قلت لك حسب الوضعيات حسب وضعية كل شخص منهم إذا كان هما زوز البرة ويحبوا يطلقوا في تونس أسكو عندهم الحق ولا إذا كان متفاهمين عندهم الحق يطلقوا في تونس ديما متفاهمين ما مش متفاهمين وين مقر الإقامة متاعهم أو آخر يعني حتى كان فما مدة هما منفصلين آخر مقر أو عنوان لمحل الزوجة تو كي نحكيو فيها هكايا معناتها امريكا اذا كان هما اقاموا امريكي احد الطرفين واقاموا كما قالوا احد المتدخلين اذا كان اقاموا في دوله اخرى معناتها او اتفقوا على دوله اخرى ما عادش امريكا هي اللي المختص معناها الكلام اللي قالته المتدخله قال قانون امريكا فوق اي دوله لا فما القانون الدولي الخاص لا القانون الدولي الخاص امريكا كما اي دوله اخرى مع الدول باش تصحح على المعاهده هي باش تحترم البنود نتاعها يعني من ضمن البنود الدوله اللي اتفقوا فيها اللي اتفقوا على إيقاع الطلاق بها وإلا اللي راهو اللي أنسب لهم مثلا شكون إجراءتها أسرع أو تساعد أحد الطرفين فيما يخص مثلا المبالغ اللي تحكم بها أو وين كان فما أقر آخر معناتها عنوان معلوم لمحل الزوجة به إذا كان أستاذة صار طلاق فما آثار أخرى للطلاق إذا كان فما صغار إذا كانت فما نفقة إذا كانت فما حضانة متاع أطفال كيفاش تصير الحاجات هذه فيك واحد في بلاد والآخر في بلاد تصير عادي يعني دعوة في المحكمة المختصة إذا كان أحد الطرفين أجنبي وواحد منهم تونسي وحب القضية متاعه ورفعها في تونس فقط أنه بش يستدعي بالطرق الدبلوماسية لكن الإجراءات الكل يعملها في تونس بعد تقعد كيفش هو بش يعمل إكساء معناتها بالصيغة التنفيذية للحكم هذيك نفقة أو غيره يعني سمعت في أحد الأسئلة كيفش بش يخلص إذا كان هو عايش البرة ولا هو عايش البرة ما هو نهار بش يرجع لتونس معناتها وللحكم هذيك ينجم معناتها فما إجراءات تعملي ولينفذ معناتها في الخارج خاصة أحكام النفقة ولا الحضانة وإذا كان ما حابش يخلص وهي تحب تنفذ عليه وهو عايش خارج حدود الوطن كيفاش نجم دعم؟ يا إما الحكم هذيك التونسي نجم يتنفذ البرة تطلب برشا إجراءات وميش حاجة سهلة وإلا هو تعرفش يرجع معناتها تعرف أنت كم يخلصش النفقة فما جريمة إهمال عيال معناتها اللي هي جنحة معناتها نجم يتوقف في نجم صدقني العبيد الكل في الأخر يكفي أنه شخص يطالب بحقه ويعمل اللازم يتصل بمحاميه ويمشي للمحكمة الصحيحة وما يغلطش في إجراءات
الاجراءات بعد النفقه باش تفعله به. هذا اذا كان هو مثلا رجع لتونس ويلقى عنده قضيه اهمال عيال باش يشدوه في المطار تختار ما بشي. اذا كان هو ما عادش رجع لتونس ما عادش عنده حتى ربع علاقه بالسيده ذي، كان اللي هو عايش في البلاد اللي هو عايش فيه، انه تعرف هو فين بلاد وتشوف كيفاش تنفذ الحكم التونسي هذاك نتاع النفقه لبرا، تشوف الدوله هذه اذا كان فما اتفاقيه معاهده قضائيه مثلا ما بينتها هي وتونس، فتونس عامله اتفاقيات قضائيه مع عده دول وتنجم تنفذ الحكم نتاعها، الحكم التونسي تنجم تنفذه لبرا. به ما سهل الحكايه. ونحب نقول راهي مصاريف الدعوه راهو عاده ما تحملوا علي هو ما تاع المطلوب. هما خلاش نفقة صغار باش يخلص المصاريف. تتحل المشاكل هذه، اما ساعات تلقى مثلا مراه تقول لك ما خلصش ما عملش، وهي تلقاها ما عملش الاجراءات ما علمتوش بالحكم، فكيفاش تحب تاخذ حقك وانت ما طالبتش به وما عملتش الاجراءات اللازمه. به من ابرز المشاكل استاذه اللي يصيروا في القضايا هذوما سيغتو كي تبدا فما صغار، وجينيرالمون كي ينفصلوا مش بالتراضي تلقاهم كل طرف يحب يهز صغار عنده هو. قول قايل ساعه الحضانه على انا اساس ياخذوها، اسكو كيما في القانون نتاعنا التونسي معناها العادي في القضايا اللي ما بين تونسي وتونسيه عاديه، واذا كان صار وانه نقولوا احنا القرار ما عجبش احد الطرفين عندنا ديما المشاكل نتاع فرار بمحظون. يقول لك انا كيفاش نجم نحافظ على حقي في الصغيرات هذوكم باش يقعدوا معايا وباش ما حد من الطرفين ما يهربش بالك الصغار هذوك. سهله، فما عده اجراءات منها مثلا اصدار قرار في منع سفر لانه يخشى انه الام الحاضنه ولا الاب الحاضن يفر بالابناء، فيمكن اصدار قرار يمشي للمحكمه وينجم يصدر قرار منع السفر والصغير هذاك ينجم يسافر، وهذه حاجات قاعدين نشوفوا فيها ديما يعني موجوده في تونس. به استاذه في ساعات في القضايا نتاع الطلاق يلزم يحضر الزوجين في جلسات صلحيه وفيكو كل واحد في بلاد، يقول قال اسكو المحامي نتاعي نجم يحضر في بلاصتي في الجلسه الصلحيه والا لا؟ هو حسب المحاكم قليل 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 من يرضي القاضي مع قاضي الصلحي باش انه ما يحضروش والا يكون فما توكيل، والا عاده ياجل ويطلب انهم الطرفين يحضروا، يلزم يحضروا ابسولومون سيرتو كي تكون الحكايه بالتراضي، لكن اذا كان انشا ولا ضرر تختلف، اما بالتراضي يلزم يكون متاكد هو ويلزم يحضروا على الاقل في جلسه صلحيه. باش يكون متاكد من الرغبه الحره نتاعهم اللي هما مقررين الزوز واخذين قرارهم. يعني احيانا هو القاضي عنده سلطه تقديريه وهو اللي يقدر، خاصه كيشوفوا الاف الملفات اللي يشوفهم الاشخاص وكل هي في قاعه مغلقه في يسمحهم غير بدون حضور محاميهم وحدهم. كي يسمحهم هو ينجم يعرف اذا كان الاراده هذه حره، فمش حد هدد الاخر يبتس فيه بحاجه مش فاهم القانون، فبرشا عباد مش فاهمين القانون مش فاهمين شنو حقها وشنو يقولها اقبل بالتراضي ونعطيك ولا عندك حضانه اولادك ولا اللي هو من بعد ما يكونش فما كاتب اتفاق ولا من بعد يتراجع ولا، فالقاضي عاده يخير انه يشوف الشخصين هذا للتراضي، اما اذا كان طلاق انشاء والا طلاق للضرر لا عدد المحاكم يعني ما تطلبش ان تشوف الطرفين. به بالنسبه للاملاك استاذه كيفاش ينجم يصير خاطر جبدوها زاده في الميكرو تاع الكبير اللي فما في زيجات معناتها عندها ابرام العقد تصير مشكله ولا يلغى الزواج على خاطر الاشتراك في الملكيه، لانه من وقت اللي تبدل القانون التونسي متخيل انه الاشتراك في الملكيه ما نجم يقسم مع شريكه كل شيء معناتها يصدق يصخاب الامريكان معناتها كيما المسلسلات الامريكيه ولا كيما نسمعوا مع الشينا شكون اللي مطلق من المشاهير العالم قسمت معاه قداش من مليون دولار. ليه في تونس وتتعلق معناتها الملكيه بالمحل اللي اعد كمحل سكنه فقط، اما محل اعد هو طبيب وعنده عياده والا ماهوش داخل راهو في اشتراك الملكيه. هذه التوانسه لازم يفهموها، راهي الحاجات اللي تجيب الارث او بالوصيه، الحاجات اللي تجيب الارث زاد او بالوصيه راهي ماهيش داخله في اشتراك الملكيه. ساعات نشوفوا يبداوا الاهل ضد والا بدعوى انه باش يقسم معاها ارثها ولا باش تقسم معاها ولا حاجه، راهي ماهيش داخله في اشتراك الملكيه، مش علاش يتعارك عليه الموضوع هذا، لكن هو مجعول لحماية. يعني احنا نشوفه فما نساء تلقاها عايشة معاها 30 40 سنة من بعد يتم الطلاق وتلقى روحها هي تخرج بغرامة معتها أو بتعويض مادي بسيط وقت اللي هي بنيت معاها كالدار ولا بنيت معاها حياتهم وتلقى روحها في الشارع. هذاك علاش الدار اللي أعدت كمحل زوجية هذيك هي اللي فيها اشتراك في الأملاك فقط. به دونك اذا كان هما متفاهمين في الاشتراك في الملكيه وفاهمين القانون وامورهم واضحه، قل قال اذا كان نجموا يكسبوا دار ان شاء الله يكسبوا ان شاء الله يكسبوا ما يتعرفوش عليهم بعض هذيك هي الحكايه. به قل قايل استاذه اذا كان عندهم املاك ماهيش في الموجوده على التراب التونسي موجوده خارج حدود الوطن كيفاش ينجم يصير تقاسم نتاع الاملاك هذوم؟ هذه تصير في مواضيع الارث راهو، لكن عند الطلاق معناتها الموضوع ما يطرحش، يعني كما قلت لك هو المشترك هو المحل الزوجيه. كي يكون محل الزوجيه لبرا وهما قرروا باش يطبقوا القانون التونسي افكتيفمون ما يكفي، اما يلزم الطرفين يمدوا الاوراق زاد انه فما شات ملكيه وتنجم تمد ما يثبت زاد للمحكمه، فهمت؟ اي سامحني
سمح يعطيك صحة أستاذ الله يخليك. عندنا شي حاجة أخرى نجمو نزيدوها قبل ما ناخذوا تليفونات؟ التويسة ما عليهم كان يسألوا معتها استشارة عند المحامي يعرفوا شنو واش معتها استراك في الملكية وما غير ما يتعاركوا. باه يعطيك الصحة أستاذ الله يخليك على توضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتىكش للأربعة متاع العشاء. نعاود نفكركم اللي موضوع متاعنا اليوم هو طلاق التونسيين المتزوجين بأجانب. وحاضرة بحضان الأستاذة فدوى براهم. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع رحبين تليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحميشي تستنى في مكالمتكم 31 380 ألف. إي إف إم أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من صفاقس. معنا نزار. مرحبا بك نزار. وي عسلامة. مرحبا. مرحبا سيدي تفضل. مرحبا بك ومرحبا بالأستاذة. أنا فرحت بالموضوع. مرحبا تفضل. أنا أبو ابني عمره 28 سنة. كان ضحية أنه خذا بنية تولدت وتعيش في ألمانيا. ألمانية معناها اي ولا ألمانية. كتب بالزق عليها وبناء بناء يعني عاشها وعيش معها بولا. وأنجبت بنية بيه. دونك ملي عاشرها وعاش معها فترة شهرين وبعد رجعت لألمانيا. الفترة هذيك صارت فيها خلاف. أهم الخلاف أنه فيق البنية بسيكوسوناتيك يعني عندها الدخان والخمر والشراب وبرش حاجات برشا مشاكل. تفجع الوليد ولدي قال له راهو هذا مش يوصل عندنا حياة مستقبل ما يجيش هكا كل. البنية نكرت في هذا التدخل خاطر يعيشوا بطريقة أخرى هما. قالت أنت باش تبدا تدخل معايا من تو. رجعت لألمانيا وهو مسكين ضحى بصب الملف وعمل الامتحانات نتاعو الكل واستنى في القبول وشي يلتحق بمرته. ولدت سكرت عليه كل السبل باش يعرف بنته باش يعرف كل شيء. فاق مرة تصويرة بنته هي في التواصل الاجتماعي. دونك ولا عنده مخلفات وعقد نفسية ولا يبكي خاصة في الأعياد في المناسبات. هذه الحكاية بدأت من 2019. حاليا ما حبش يعمل حتى شيء حتى ديمارش. وهي كي غاديكا سكرت عليه أنه باش يلتحق بها عملت كيما لوبجيكسيون معرفش كان انا قاعد واضح ولا. دونك ما عادش عنده حتى حل. كيفاش زعما يكون السبيل يعني هو لا يعرف لا يطلقها لا يقوم عليها انه معناها هي خرجت محظون ما عرفش يعمل ما عرفش يعمل خاطر كيما قلت البرنامج انه صداق هنا وهي تعيش الغادي وهو جاب يلتحق وقف كل شيء. دونك الولد قاعد هكا كمان ومريض تو مريض برشا. ندفع لي باه نجاوبوها استاذه. والله هي الوضعيه حرجه لانهم مشاو في الخلاف. يعني لو كان جات الامور بالتراضي او بالصلح كان يكون فما حل. توا بالنسبه لوضعيته كان يحب يطلق باش يوضح سا سيتياسيون معناتها ينجم يطلق بسهوله في قدام المحاكم التونسيه. يكفي انه معناتها المحكمه تعرف اللي هو مش ينجم يخرج لالمانيا ولا باش يقوم بطلاق البرا وهو في تونس. معناتها يستدعاها كما قلت بطرق دبلوماسيه. محاميه تفسر له بالتفاصيل الاجراءات كيفاش باش ما تطيحلوش الدعوه وتبدا سليمه شكلا وينجم يطلق. بالنسبه للصغير هو هذول هو اهم حاجه عنده. هذول الصغير هو معناتها ظاهره الحضانه في العمر نتاع الصغير هي الحضانه للام. معناتها المحاكم المختصه هي وين الام وين الصغير في المانيا. معناتها نتصور انه يحاول يتصل بمحامي الماني. الام حسب رايي هو مش مؤهله للحضانه لانه تستهلك في ممنوعات وفي حاجات يلزم عبء الاثبات. معناتها يلزم يثبت. وبصراحه في بالنسبه لالمانيا نصور الحكايه اللي تري ديليكات على خاطر هو مش في المانيا ما ينجمش يمشي اي كي نحيو صغير الام وين باش يمشي واش الرعايه الاجتماعيه. نصور يحاول يلقى معها حل. معناتها الحوار هو الحل. به وما نجمش هو نقول هو ما نجمش يلتحق ما عندوش اوراق وكل شيء. كي يعمل هو محامي الماني في المانيا يتكفل هو بالموضوع. اسكو المحاكم الالمانيه تجبر عليه انه هو لازم يكون موجود وحاضر باش يتلهي بالطفل على الاقل اذا كان هو يحب ياخذ الحضانه. كان يحب ياخذ الحضانه تتصور هي المحكمه شنو باش تقرر معناتها في تونس في المانيا يعني في العالم الكل باش تقرر حسب المصلحه الفضلى للطفل. يعني هل تتخيل انه المحاكم الالمانيه باش تقرر انه الصغير باش يجي يرجع لتونس بعد ابوه يبعد على امه. يعني ما نتصورش انا باش يكون هذا لصالحه. معناتها نتصور الاحسن نشوف فيها معها حل الاميابل. يطلق تلاقي نجم يطلق فما حد شيء يجبر شخص باش يقعد مع شخص ما معناتها غصبا عنه. اما الصغير مساله معناتها تري ديليكات. باهي يعطيك الصحه استاذه. نمشيو لحي زهور. معنا حنان. مرحبا بك حنان. عسلامة اهلا. مرحبا بك لاله تفضل. عسلامة استاذه عايشك. حبيت نسال مثلا وحده توصيه تاخذ ليبي.
وإلا مصري مثلا بلدان العربية وكيف تشكي على النفقة ما هوش في تونس هو باش طالب وهو البرة ومثلا مش باش تعمل نجمش مثلا في المطار باش يعملوا عقلة ولا باش يوقفوا خاطر مش باش يجي لهنا وباش تشكي مثلا مش كل الاتصالات القوية اللي ما بيننا احنا توصيحتهم مع ليبيا ولا تونس كيفاش تاخذ حق مثلا النفقة ولا حقات الميراث ولا حق صغارها ولا فما شكون يخسرهم حقها حتى في الميراث راه حتى جارتنا وصلت نحولها دارها ونحولها ميراثها ونحولها خاطر غاديكا ما فهمش محاكم وما فهمش حتى شيء ما فهمش حتى القانون غاديكا واقف ما فهمش قوانين فهمت هذاكش حبيت نسأل بيه باش نحاول نجاوبها نقطة لأنه فما عدة وضعيات وعدة أسئلة هو في ليبيا معناتها نتصور زمانها تتصل بمحامي ليبي وتشوف الإجراءات في ليبيا وتقوم بقضية في النفقة في ليبيا وتتنفذ في ليبيا معناتها يعني ماهوش في جيل تونس بالكل دونك وهل انه المحاكم التونسيه مختصه ولا نصار بالنسبه للنفقه تحاول انه في الدوله اللي هو فيها هذه من ناحيه به بالنسبه للمثال اللي قلته على الجاره راهو فيما يخص الارث اذا كان العقارات مسجله زاد كيف هذه قواعد معناتها قانون دولي عام معناتها هذه حاجات معروفه كان الارث مسجل وثابت حقه فيه كملكيه معناتها يقعد باسم الورثه اذا كان ما خذوهوش واستولوا عليه اشخاص اخرين ينجم يقوم ضدهم فين يقوم ضدهم في الدولة هذه كمان ما عندوش حتى حل ما يجيش يتصرف هو من تونس دونك الحق ما يضيعش يكفي فقط المطالبة به باه عندك صحة أستاذة نمشيو لبنزرت معنا سمير مرحبا بك سمير وي عسلامة عسلامة سيدي مرحبا بك وبيك عايشك بربي أنا عندي أن كوزان خذي بنية من أوكرانيا وكتب صديق في تونس وعملوا البروسيدور نتاع الفيزا وكل شيء وصب العرس نتاعو معناتها في البنية ومشي معاه لأوكرانيا وقعد مدة غاديكا وكذا ومن بعد ما تفهموش إلا كيتي من أوكرانيا مشى لفرنسا وعنده تو 3 أو 4 سنين وهو أنستالي في فرنسا صوبا فيه وفي إشكال خاطر قعد ما نجمش يجي تونس على خاطر سون بابي ويحب يقعد سيت معناتها سيتياسيون ومام طون يحب يتطلق مع البنية أمه مسكينة في حالة وهو من محامي وواحد يقول هي نجم نعمل لك طلاق وهي على خاطر المرأة أجنبية ومش موجودة ويتوندوني أنه معناتها زاد العرس نتاعو مسجل في السجل المدني نتاع اوكرانيا فهمت مش عارف اسكو فما امكانيه باش يوكل شكون من عائلته يطلق له ويتوندوني زاد المراه غايبه ما تنجمش تحت في المحاكم التونسيه مش عارف كيفاش عندكم شي تنجموا تتعاونوها المرأة غايبة هو غايب معناتها كيفاش تصير الدعوة هذه معناتها يلزم يحضر هذه الاتجاه نتاع المحاكم معناتها والا الدعوة نتاعو تكون ترفض معناتها يلزم هو يحضر على الأقل في جلسة يكلف محامي نجم محامي يحضر في الجلسات أما هو يلزم يحضر في جلسة معناتها من الجلسات هي غايبة هو غايب معناتها شكون هما الطرفين نتاع الدعوة يلزم يحضر في تونس ما أنه عنده مشكلة في الأوراق نتصور في فرنسا ينجم زاد يحل مشكلته ونجم يطلق يلزم يتصل بمحامي في فرنسا حتى كان ما عندوش أوراق ونتصور ينجم يعمل دعوة أما في تونس لا يلزم يحضر يكمل يستنى حتى هو استنى مع 4 سنين يكمل يستنى يلقى الأوراق في الخارج ويرجع لتونس ويقوم بدعوة طلاق هو ما ينجمش يوكل محامي أو يتفاهم مع أوكراني يلزم يحضر في جلسة ينجم في أوكراني ما غير ما يحضر ينجم يطلق من غادي لغادي بالمحامي هكيكا وتنجم تكون هي رافعة قضية راهو في الطلاق وطلقته راهو يشوف معناتها يطلع لها مضمونها يشوف شنو الوضعية معناتها يتصل حتى بمحامي في أوكرانيا أو شوف شكون معناتها يتصل بها تنجم تكون هي طلقته وهو ما في بالوش وما انه هو كيفاش ينجم يفيق معناتها كي يطلع مضمون لهنا كي الحكم هذاك الاوكراني يتصب لهنا معناتها صيغه تنفيذيه لهنا اللي هو ماهوش الوضع هي ما يهمهاش معناتها مش هي اللي باش تقوم بها الحكايه هذه نجم يكون مطلق راه عليه كان هو يثبت ويتصل بها باهي يعطيك الصحه مشيو لتونس معنا عماره مرحبا بك عماره الو عسلامة وين الحمد لله سيدي مرحبا نحب نسال السيدة انا عندي تقريبا 33 سنة متزوج في المغرب كتبت زقي في المغرب فهمتي ولا ونحب يا ندرا النجم عنديش الحق كيما نقولوا كي مشي نحب نطلق مثلا نطلق في المغرب النجم ولا اما الزقي كل شيء مكتوب في المغرب راه باهي تحب تطلق في المغرب ولا في تونس تحب تمشي المغرب تطلق ما النجم في استطاعتي ولا شنو اللي باش يمنعك خاصة للمغرب غير فيزا معناتها حتى شيء ما يمنعك يكفي توفى حكاية الكورونا هي عندي الحق غادي مثلا عندك الحق طبعا 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 وتنجم تطلق حتى في تونس حتى ما عندكش إقامة في المغرب النجم لا خاطر المغرب ما غير فيزا للتونسيين اوكي
تنجم تطلق في تونس زيدا اقل تكاليف. يعطيك الصحه سي، يعطيك الصحه سي عمار الله يخليك. سينا اسيده، فما شكون بعث لنا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام، قالت انا متزوجه من ايطالي وتم الطلاق بالتراضي في ايطاليا، وتحب هي تعاود تعرس في الاجيال هذوما القريبه بالضبط. وتسال اسكو كما في تونس يلزمني نتعدى بشهور العده قبل الزواج الثاني والا لا؟ هي في ايطاليا، هي في ايطاليا ليه؟ اما هذا الجانب الديني مش نثيروا هجوم ولا حاجه ليه؟ معناها لانه القانون الايطالي يطبق باهي، معناها اما كان جات في تونس وهي معارسه باجنبي في تونس وطلقت في تونس لازم تتعدى بشهور العدد. شهور باهي. يعطيك الصحه الله يخليك. مشيو لتونس سي علي، مرحبا بك سي علي. اهلا بك، كيف حالك اختي؟ مرحبا الحمد لله. انا ارى، انا علي من ليبيا باهي، ونعيش في تونس وزوجتي تونسيه. مرحبا. اهلا بك. باهي عندي مشكله نحكي لك بالمختصر باهي. طبعا انا كنت نعيش في ليبيا انا وياها، جيت انا لتونس وشلتها وشلت الناس عماها وتزوجنا في ليبيا بعقد ليبي. باهي قعدنا عشنا غادي سنين، بعد جينا انا في لتونس في 2015، انا بديت نخدم في تونس انا كملت الخدمه نتاعي. طبعا لما جينا نرجع لليبيا ما حبيتش ترجع لليبيا باهي، وانا عندي منها زوج بنات، البنات متحوقين بيا برشا عرفت كيف؟ المره الاولى لما قلت لها بنمشي مشات لقاضي الاسره، وقاضي الاسره بعدين قلت لها الراجل هذا بيخطف لي اولادي وكل شيء واحد، انا غمضت عيوني ومشيتها وعديتها. طبعا هي انا من لما خذيتها طبعا يتيمه باهي وما كنتش نعرفها وما تعرفنيش، خذيتها على سنة الله ورسوله بالقانون، ويعني ودرنا فرح كبير، عملت لها فرح كلك يعني فرح اللي حضرة من تونس في المنطقة نتاعها ما صارش، يعني فرحت بها وهذه في النهاية شركة حياتي. مشكلتنا لما جينا لتونس هنا وحدة ساعدنا مرة مراء بدأت تجيها تقولها زوجك ليبي هذا يصح، زوجك ليبي هذوما اللي بيهم مش مضبوطين، في المهم قعدت تقولها في الحكايات هيك هذه، وانا مشكلتي نساعد فيها المرأة هذه. في يوم لقيت ورقة ساحب فلوس انا من بنكه قيمه كبيره، قلت لها زوجك علاش ما ياخذ لكم دار وكارير؟ قلت لها هذا يخون فيك عم التونسيات بالمنطقه هذه، قلت لها احنا انا في بلادنا وفي الخيانه، لا بال هو ليبي وعنده سياره، يا سي هاني لوحت السياره وبعثتها لليبيا. مشيت وصلنا لقاضي الاسره. من قاضي الاسره قلت لي شنو؟ قلت لها انا عرفت قاضي الاسره لو كان نبي نطلق نطلق بالقانون عماية في ليبيا، والله نتجوز طبعا القانون يحل لي وامكانياتي الماديه تحل تخليني القانون يوافقني اني نتجوز، ولكن انا لما خذيتها باش نكون بها اسره قلت معليش يعني غمض عيونك ومشي على خاطر لبنياتها له. قعدنا مسكره تو راسها تو نام قريب ست شهور ما نخدمش باهي، وديون برشا وصغاري ما نبيش نحسسهم انا طبعا لما نجيب فلوس المليون الخارجه في ليبيا ناخذها انا كنت ب 300 عرفتي كيف؟ ولما نطلع انا المليون اصلا نكون دافع عليه 500 دينار عرفتي، بديت نكسر في فلوسي باش نقدر كيف نخلص يعني استديو صغير ومستوى بنياتي صح، المستوى نتاعهم التراتيب الاولى من سنه اولى لسنه ثالثه اللهم صل على النبي باهي، ولكن مشكلتي انها عقده دارت البنات ليبيا تخوف، نقولها نمشوا ليبيا تبدا المشاكل. باهي سعلي سعلي والله سعلي انت سعلي سعلي انت توما قررتوا باش تطلقوا ولا ما قررتوش سي، ولا مشيتوا للمحكمه ولا عينتوا محامي ولا شنو عملتوا؟ رفعتوا قضيه في الطلاق؟ ما درناش هي ما تبيش الطلاق باهي. انت تحب تطلق ولا ما تحبش الطلق؟ انا شوفي انا باهي سؤالك شنو هو سعلي باش نجموا نفهموا ونربحوا الوقت؟ انت انا نحب بدون مشاكل نبي نرجع لبلادي انا وصغاري وزوجتي. باهي معناها انت ما تحبش الطلق وهي تحب تطلق المدام؟ لا ما تحبش، هي تحب تعيش معايا. ملا نعطيك حاجه اختي شهاده لله، بالنسبه لها هي لما نخليها حتى عام ورايا مع صغاري انا مخلي راجل صحيح باهي، عندنا احنا مشكله كاد اللي نخاف تفرق يعني حتى بديت اعمل مشاكل على اهلي، انا في اللي اهلي ما شافوش بناتي نهائي عرفتي، بنتي الصغيره تقرا سنه رابعه في اللي اخوتي ما عمرهم شافوها الا في التصاور. باهي انت سعلي معناها تحب تهز سامحني سعلي زمنا نقطروا نحطوا ريحه الموضوع فهمتوا نجاوبوه مالا استاذه باهي نجاوبوه مالا فهمتكم سعلي يحب يفرح قلبه هي هو حبي فرح قلبه سمنا نشوفوا عبيد عندهم سعلي باقي على زوجته ما يحبش يطلق ويحب بنيته ويحب اما يحبهم يعيشوا معاه وهو ما عادش لاقي يعني عمل وراحته في تونس يحب يرجع لليبيا والزوجة
رافضة وهو عرف انه ما نجمش يهز البنات وامها ماهيش موافقة. معناتها هذه هي اشكاليته سعلي. سعلي وقت اللي تزوج بتونسية او بامرأة يعني ماهيش من جنسيته يعني هذه كانت احدى الحاجات اللي ممكن تصير معناتها وصارت له. الحل الوحيد سعلي هو راهو بالتفاهم. ما تنجمش تجبرها اللي ترجع تعيش معاك. معناتها نتصور لو كان باش تحاول تجبرها اكثر او تحاول تهز البنات او اللي هو يبدو انك فكرت فيه الموضوع صار باش تطلب طلاق او باش تدخلوا في مشاكل وفي دوامه نتاع احكام ونفقه و لذلك سعلي حاول القى حل بالتراضي وبالصلح. مشوا المحامي واسالوه واستشيروه خلي هي زاد تعرف شنو عندها وش معناتها شنو حقها وشنو اللي يمكن هي كانت ترى انه مبلغ النفقه اللي انت تنجم تدفعه وكيفاش باش تدفع لها النفقه وكل كون يخليها تعيش في مستوى اقل من المستوى اللي هي عايشه فيه تاع المادي نقصد هي وبناتها يمكنش حتى هي تتراجع ولا لقاو حل بالتفاهم. سعلي راهو القانون القانون معاها هي هي الحاضنه يعني والصغار معاها. هما أستاذة اذا كان ما صارش طلاق ما بين الطرفين اسكو في حاله سعلي وهو اجنبي في تونس عنده الحق ينجم يسافر بصغاره ليبيا من اذا كان حتى اذا كان اذا كان هي موافقه كان هي اللي ينجم يسافر بهم. هي الاجراء الوحيد اللي عندها يعني يبدو هو قال لها يعني صار اتخذته الاجراء انه تعملها منع سفر يعني لانها تخشى انه يسافر بهم وما يرجعوش معناتها وهي الام يعني وحتى لو كان ما يكونش فما حكم بالحضانه نش تعمل منع سفر والمحكمه تمشي معاها لانه تقرر مصلحه البنات مع امهم يعني خاصه الظروف الحاليه في ليبيا عدم الاستقرار. فنتصور يعني قضيته سعلي مخسوره الحل الوحيد ويلقى حل بالتراضي معها فقط ويحافظ على عائلته طبعا خاصه توا سعلي يقول البنات يقراوا معناتها انت باش تنقلهم وهما في وسط سنه دراسيه ولا هما تعودوا على برنامج دراسي معين يعني الحل هو الحسنى سعلي. يعطيك الصحة أستاذة الله يخليك. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الأربعة متاع العشية. نجموا تكلمونا على 31 380 ألف. هذا بحدين حاضرة بحدين الأستاذة فدوى إبراهيم. اليوم نحكيوا على طلاق التونسيين المتزوجين بأجانب. إذا كان عندكم تدخلوا في الموضوع ذات نجموا تكلمونا على 31 380 ألف. ما تبعدوش بعيد هنا راجعين لكم جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الأربعة متاع العشية. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. اليوم نحكيوا على طلاق التونسيين المتزوجين بأجانب وحاضرة بحضنا الأستاذة فدوى إبراهيم باش تجاوب على التساؤلات نتاعكم الكل. نمشيوا لصفاقس معنا هادي. مرحبا بك هادي. وي يا سلام. أي مرحبا سيدي تفضل. بيك عايش. ولا أنا عندي ولدي في ألمانيا. أي. واخذ ألمانية تونسية ما أنا عندي دوبل ناسيوناليتي. باهي أي. كتب الزاخ هنا في تونس. اي. وروحوا لالمانيا وعاشوا تقريبا عندهم تو تقريبا 7 ولا 8 سنين. اي. وعندهم ولد. تو ما عادش متفاهمين. تو عندهم تقريبا يجي 7 شهور. اي. معناها هما قالوا قانونهم غادي كل واحد ياخذوا بعاد على بعضكم. عام ولا قداش. وبعد وهم زوج ماشي يحبوا يطلقوا. كيف يحكي معاه في تلاخت لما ما يكتب برا مش يطلق في تونس. هو ينجم يطلق في المانيا فمش حتى مانع استاذه. حتى مانع علاش يطلق؟ علاش ما رفعش القضيه نتاع طلاق في المانيا هو؟ قالوا انا غادي في المانيا. اي. مثلا زوج معناها متزوجين. اي. يعملوا سيباراسيون كيما نقولوا كل واحد في بلاصه. تو ديجا هو كاري دار وحده وكاري لها دار وحدها في المانيا. باهي هما عاشوا فترة الانفصال هذه سي هادي ولا ما عاشوش؟ نعم. تعداو بها المرحلة ذي نتاع الانفصال هما؟ لا مازال تقريبا عندهم 7 شهور ولا حاجة كيما هكا. بعد 7 شهور هذوما باقي مازالوا مقررين أنهم باش يطلقوا هكا ولا لا؟ مقررين قالوا خاصة هي شادة قالت له يا خويا ما حاجتي بشيء وما حاجتيش بيك وكذا وحد كل طبخة الوليد أنا مرة عندها مرة عند ايه قاعد تحتاجي حضانه مشتركه. اي شنين المشكله بالضبط سي علي؟ هو ما يحب يطلق تو كيف الطلاق ينجم يطلق غادي كما ينجم يطلق في تونس راه وين يحب يطلق ينجم. هي ما تحبش تروح انا لتونس. اي اذا كان ما يحبش يطلق في المانيا هو وين تو؟ هو في المانيا معاه. في المانيا لا في المانيا مازال معناتها انتم حتى الاوراق. اي معناها ديما غير تو كورونا انا ما واخذي الشركه جددت لهم الحال ما عندهمش مشكله في الاوراق تعمل له برولونغاسيون بالضبط. اما حسب ما فهمت هو مستعجل على طلاق ولا هي مستعجله على طلاق ولا كيفاش؟ الزوز مستعجلين. اي علاش ما يعملوش قضيه طلاق في تونس؟ ما تروحش هي. اي تنجم هو يبدا يتصل بمحاميه يفسر له الاجراءات او ينجموا الزوز يتصلوا بمحامي ويفسر لهم الاجراءات وينجموا يطلقوا في تونس.
هو مش ينجموا أستاذة يطلقوا في ألمانيا ويأخذ الحكم ذيك من ألمانيا ينجم يأخذ الحكم من ألمانيا ويصبوا في تونس يعمل قضية يعني تصير قضية اللي هي بصيغة تنفيذية ويوضح وضعيتهم هنا في تونس لكن هما لأنه الإجراءات على ما يبدو في ألمانيا فيولي فما صغير ما أنه فما صغير في الإجراءات طويلة ومعقدة وفما سيباراسيون كور هذية مع انفصال الزوجين يعني ما عادش يسكنوا مع بعضهم في نفس المحل الزوجية ويمكن شي هما زوز لقوا الإجراءات طويلة معقدة في ألمانيا نجموا يتصلوا بمحامي يبدأ لهم الإجراءات هنا في تونس ويكفي انه هو يحضر معنا باه وهي مش لازم تحضر نجمة باه يعطيك صحة استاذة نمشيو لتونس معنا سامي مرحبا بيك سامي الو الو عسلامة الو اي مرحبا سيدي تفضل عسلامة نسمع فيك سامي تفضل بابي الاشكالية انا كنت عايش في المانيا عشت غاديك بريسك 8 سنين 2013 روحت طلقت يعني بالتراضي انا ومرتي وطبعا بنتي الكبيرة على شيستي يعني بتحبني نرجع لألمانيا يعني جيش تحبيت نعرف البروسيدور شنية وشيرتو كي اتصلت بالسفارة قالوا لي يلزمك قلوا احنا المضامين تاع بناتك الزوز ولي باسبور الوثائق هذو من الكل ما نجمش انا نجيبهم حتى اتصلت بزوجتي يعني قالت اترفضت باش تبعثهم لي يعني جست حبيت نعرف الشكل هذا كيفاش واحد ينجم يحلو يعني كيفاش ينجم يجيبهم الوثائق هذوما يعني اسمه هو سامي سي سامي شوف الحل موجود وسهل جدا 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 معناتها لكن احنا راهو قانون المهنه يمنع علينا احنا نعطيو استشارات هكا معناتها في وسائل الاعلام اتصل بمحاميك يعطيك الاجابه اللي هي سهله جدا معناتها وتنجم تاخذ معناتها تحل مشكلتك بسهوله ما نجمش نعطيو الاجراءات احنا لي يتصل بمح سهله جدا اكثر مما يتخيل معناتها هو الاب معناتها عنده الحق باش ياخذ الاوراق اللي يحب عليها فهمت فما اجراءات تتعمل اصلا ظهر لي معناتها اللي طون تشوف او معناتها بناتك زاد تتوينسا زاد فما اجراءات هو حقه عملها من الاول من نهار اللي هما تولدوا راه هو ظاهر هكا اللي متاثر برشا وما راهو يلزم تسال وتلوج على المعلومه وتتصل باهل الاختصاص شوف محاميك تو يعطيك الاجراءات اللي هي سهله جدا اسهل مما تتخيل معناتها ما تطلبش لا وقت لا جهد كبير معناتها ينجم يجيب بناته بحذا هنا في تونس سهله كيفاش يجيبهم هما ينجموا يجيو لتونس بطبيعه الحال كي هما بداوا موافقين ولا هي موافقه معناتها فهمتك باهي يعطيك الصحه استاذه نمشيو لتونس معنا حمادي مرحبا بك حمادي يعيشك ويبارك فيك باهي يا سي حمادي قبل ما تبدا الله يخليك كتليف الراديو بحذاك سكر واسمعني كان من التليفون لا ما حدش يا نسيت باهي اوكي هاي سي الحق ما صبرتش مرحبا تفضلي يعيشك اسمعني عندي ولدي كان كنديان قعد معها عام وجاب ولاده وطلق هو عرس في تونس انا طلقه صرت في كندا بعث لي طلقه نتاعو هنا مشيت للبلديه نتاع ميجرزي خليهم ست شهور عندهم بعد قالوا لي احنا ماناش كونفونسيوني لازم الطلقه تجي عن طريق السفاره ولا القنصليه من غادي انا قعدت في حيره ما شنو واش معنى وصلت 2012 ماهوش مطلق هنا في تونس سي حمادي سي حمادي والله فريمون صح عليهم ولادكم اللي انتم لاهين بهم باوراقهم وبصالحهم شوف الحكايه هي تطلب قضيه دونك اتصل محامي ويعمل لك الاجراءات اللازمه المانيا يلزم قضيه فهمت لازم يعمل محامي هو يعني لازم قضيه في المحكمه ما تاخذش برشا وقت وسهله جدا معناتها يتصل بمحامي هو يعرف شنو هي الاجراءات يقوم له بقضيه في المحكمه وما تطلبش لا حضور الاطراف لا حتى شيء معناتها اللي هي كيفاش الصيغه التنفيذيه معناتها قضيه في الاكساء يقوم له بها محامي. استاذ عنا سؤال قال انا ومرتي اجنبيه متفاهمين على الطلاق بالتراضي بعثت لي وثيقه معرفه تقول اللي هي موافقه انها باش تقبل الطلاق قالوا لي نجم نمشي نصبها وحدي في المحكمة فما شكون قالوا لي إذن المحامي هو اللي يتكلف بالحكاية هذه ويسأل أسهل الوثيقة اللي بعثتها هي اللي هي موافقة فيها على طلاق أسكن النظام التونسي والقانون التونسي نجم يخذها بعين الاعتبار وإلا لا
اون ديغي بعثت له الجنسيه شنو هي الجنسيه نتاع ما قالش خاطر الوضعيات هذوما راهو كا بار كا كيما توا كي نسال فينا السيد المانيا مش كيما فرنسا مش كيما فما هو فيكتيفمون فما دول تنجم تمشي تصب حكم طلاق في البلديه فما غير تطلب قضيه راهو بالكا منين فما حاجه اسمها الطلاق الغير قضائي اي الطلاق الغير قضائي تو نحكيو فيه اللي هو حاجه مهمه وخاصه كي نعرفوا انه فما ما عادش قداش فما من تونسي مئات الالاف ولا قداش توينسه في فرنسا مثلا هي الوضعيه مطروحه بالنسبه للتونسه في فرنسا بالنسبه لالمانيا بدون اي نقاش معناتها الطلاق يمشي يتم معناتها يلزم قضيه في الاكساء بالصيغه التنفيذيه معناتها يقوم له بها محامي بالنسبه للسيد هذا اللي بعثت له ورقه اللي هي موافقه سامحني معناتها وهو علاش يحب بالتراضي ولا معناتها هي حتى كمشي يعمل هو طلاق انشا معناتها ما فيهش حتى مشكله معناتها يتصل بمحامي ويفسر له شنو يعمل هو الفرق شنو بما انه هي اجنبيه وماهيش باش تحضر اي المحكمه المختصه هي محكمة تونس والاجراءات معناتها اجل الاستدعاء اطول دونك يتصل بمحاميه يفسر له ويقوم له بالدعوه. باهي يعطيك الصحه استاذ الله يخليك نمشيو لسلوى مرحبا بك سلوى. ويا سلامه مرحبا. مرحبا لله تفضل. عايشك بربي انا عندي خطيبي يعيش في تشيك كان ماخذ تشيكيه قبل ومطلقها اما طلق في تشيك نحب نشوف اسكو سهله معناها البروسيدير في تونس طلاق والا لازم تجي هي معاه ولا كيفاش هو دونك طلقها في تشيك وطلق سيد طلاق تم نجيبك سلوى يتصل بمحاميه لازمه اوراق معناتها من معناتها حكم طلاق شهاده في عدم الاستئناف للحكم هذاك التام مضمون معناتها فما اوراق تطلبها المحكمه وكما كنت نحكي معناتها الملفات هذوما مختصه بهم معناتها محكمه العاصمه ويتصل بمحاميه يعملوا الاجراءات ما تاخذش برشا وقت هي قضيه في الاكساء لازم يعملها باش الوضعيه نتاعو في الحاله المدنيه معناتها مضمون ويتحط فيه حكم طلاق باش نجم يعاود حياته ويتزوج. باهي عندنا سؤال في نفس الموضوع اللي سالتك عليه من بكري استاذ قال لك انا نحب نعرف اسكو نجم نبعث مراسله نتاع طلاق انشاء لمرتي في البرتغال عن طريق وزاره العدل ولا عن طريق البعثه الدبلوماسيه نتاعها هوني؟ لي العدل يمشي العدل المنفذ يعني هو محامي باش يستدعاها للاجيال اللي كنت نحكي عليها والعدل المنفذ هو تو يتصرف معناتها يعرف كيفاش يخدم اجراءاته معناتها. باهي يعطيك الصحه استاذه الله يخليك احنا وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا الله يخليك بارك الله فيك كنت بحثنا الاستاذه اتفدوى ابراهيم يعطيك الصحه استاذه الله يخليك. العفو. عايشك بارك الله فيك سينو نسلموا برشا على مستمع وفيه من المانيا اسمها مريم عيد ميلاد جمعه العيد ميلادات جمعه بيا دونك قولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حابه بالف خير يا مريم وان شاء الله ربي يعطيك الصحه طول العمر. مريم ان شاء الله ربي معك ان شاء الله ربي يفتح عليك ان شاء الله ربي يعطيك البخت وتحب انت الكل حاصل والرزق والصحه وهذوك من فازات الكل. زين احنا وصلنا لاخر ليميسيون نتاعنا لليوم نسلموا برشا على زميلتنا اشراق كنزاري في الاعداد واستقبال التليفونات نتاعكم ميرسي النور في الاخراج وميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في كانت معكم هجر حنيشي باي باي في الامان. انتم تسمعوا في